من أخبار أبطالنا في بارالمبياد طوكيو، المنتخب الوطني للكرة الطائرة الجلوس خسر النهاردة أمام روسيا في منافسات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. المنتخب احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة وفشل في التأهل للدور الثاني. منتخب عنده مباراة يوم الخميس اللي جاي قدام منتخب ألمانيا لتحديد صاحب المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة. المنتخب لعب ثلاث مباريات في دور المجموعات، حقق فوز وحيد للأسف قدام منتخب اليابان، وخسر في مواجهتين قدام منتخب البوسنة ومنتخب روسيا. كل التوفيق بإذن الله لمنتخب الكرة الطائرة جلوس، منتخب واعد كنا طبعا يعني حاطين عليه أمال كبيرة جدا، ولكن أوقات تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. نتمنى له التوفيق إن شاء الله الفترة اللي جاية.